سلطان، ايش الاجراءات اللي تتم في هذه المنطقه؟ طبعا تتم قبل لا تصل المرحله النهائيه اللي هي خط البدايه كثير من الاجراءات، تبدا في الشرايح، رقم الشرايح والتاكيد عليها، بعدين تتحول للترقيم، من بعد الترقيم كل مطية تقدم على شوطها، في شوط بكار وشوط قعدان. الحين صافين البكار على جهه؟ اي نعم، البكار يصفوه على جهه والقعدان على جهه. والقعدان على جهه. القعدان اللي هنا؟ اي، فيكون القعدان هنا والبكار هنا، بعض الاحيان البكار هنا. يعني الحين الشوط الجاي هذه كلها بتروح تدخل الى خط البدايه. من هنا بعد الشوط من هنا. والشوط اللي بعده؟ اي. ياخذون المطايا اللي هنا وتدخل وتروح على خط البدايه. اي نعم. طبعا هاي كلها المساحه المخصصه لانهاء الاجراءات قبل الانطلاقه. قبل الانطلاقه كل الاجراءات مثل ما قال لكم سلطان، هني الشرايح، هني يتم ترقيم المطايا حسب اللسته اللي موجوده وبالارقام اللي موضوعه، لان الارقام هذه واللسته هذه موجوده ايضا عند الاخوان في البث التلفزيوني وفي سياره الاذاعه، فعمليه دقيقه جدا، ممنوع فيها الخطا ايضا وحساسة. الكل هنا يتم الإعداد النهائي لخط الانطلاقة. لا توصل، توصل المطية هنا و نعم يشيكون 65. اطلع الشريحة. وين الشيخ؟ رقم الشريحة هذول. الشريحة موجودة وهنا يظهر لهم رقم الشريحة ويشيكون على الاسم، كل الإجراءات، وبعدها مباشرة تروح المطية إلى الترقيم. الرقم طبعا مسجل عندهم وموجود، يتم ترقيم المطية 65. هذه هي الإجراءات المتبعة، شايفين على طول يأخذوا الإجراءات بعد ما يشيكون على الشريحة. هني يشيكون على الشريحة، بعد ما يخلص من التشيك على الشريحة كم يشوف الجهاز، كل 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 مطية لها شريحة، كل شريحة برقم معين، يعني إن شاء الله أن الخطأ ممنوع في هذا المجال. مباشرة تروح إلى الترقيم على طول، يحط الرقم. هذه كم رقمها؟ 20. هذه 20. خلاص تم ترقيمها، توكل على الله، تروح الى خط البدايه. هذا رقمه بناء على الكشف اللي هنا. هذا بناء على الكشف من الشريحه رقم 20، يطلع هذا الرقم في الجهاز على طول. على طول يبين هذا الرقم في الجهاز، هذا رقم تسجيله، هذا رقم الشريحه، وهذا رقم الشوط اللي راح تشارك فيه. هذا شوط تاسع. اي نعم. خالد وين خالد؟ خالد هذا هو في نفس الكشف ورا. وين هذا؟ خالد زاهر. خالد زاهر، ايه، اول دخول له في عالم النجم. خالد زاهر في الشوط التاسع، مطيته رقم 66، وهذا طبعا رقم الشريحه الخاص المطيه، وهذا اسمها ومالكها. يا سلام عليكم، يا سلام، يعطيكم الصحه والعافيه يا شباب. بعد ما تترقم المطيه توصل عند الشباب هني في لجنه التشبيه. ايش الاجراء اللي يتم هني في هذا المكان؟ ايش الاجراء اللي يتم؟ يتاكدون من الشريحه مره ثانيه. يتاكدون من الشريحه؟ يتاكدون من الشريحه، يحاولون الشريحه 100% حتى نقطه عبور. اي خلاص تجي الحين تروح اللجنه. في لجنه ثانيه موجوده هنا اللي هي لجنه الانطلاق. من لجنه التشبيه الى لجنه الانطلاق. شايفين كل هذه الاجراءات تتم قبل بدء السباق. يعني الموضوع مش يلا تعال وشارك، لا. كل شيء له إجراء، كل شيء يتم بعملية منتقاة ودقيقة منعاً لأي شيء ممكن يصير، حتى فحص منشطات موجود، كل الشغلات موجودة. ما في مطية مشاركة ما فيها شريحة، ما في مطية راح تشارك من غير اسم مالك، من غير اسم شخصي لها، ما في مطية تشارك من غير رقم. فيتم كل هذه الإجراءات من لجنة إلى لجنة إلى لجنة إلى أن تصل إلى خط الانطلاقة. هنا الشوط السابع الآن جاهز للانطلاق. هذا السابع الحين جاهز. شيك كامل جاهز للانطلاق. هنا الشوط الثامن. هني الثامن. هنا الشوط التاسع. وهذا الشوط التاسع. وهذا الشوط العاشر الأخير. وهذا الشوط العاشر والأخير. هذا خط الانطلاقة. هني يتم تقديم المطايا مباشرة وتجهيزها على خط الانطلاق.
طبعا شايفين ما شاء الله المسار، على اساس ما يصير فيه تزاحم وتاخذ المطيه راحتها في الانطلاقه، لان مثل ما تعرفون في راكب آلي على كل المطايا. شايفين يتم بهذه الطريقه صف المطايا قبل انطلاق الشوط. تعال اخر شيء شوي، تعال اخر شيء، تعال امير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه، لنصل مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء مع منافسات الاجذاع فئة الامتاع والابداع، لننطلق معكم وعلى بركة الله الشوط السابع وهو الخاص بالاجذاع البكار. الخمسة كيلومترات هي الحكاية هي الرواية. لأبدأ مع مقدمة الشوط، أبدأ مع أول المنطلقات، من تفتتح ما بين اشتعال ولكن سياسة يا المكارش، المكارش مع سياسة، سلمان بن عبد الله بن ناصر المكارش انتصر مع سياسة، انتصروا أبناء ميدان القصيم هنا مع هذه البطلة ومع هذه النجمة الحاضرة في هذا المساء في هذا التحدي وصاحبة نقطة في المرحلة التمهيدية من مهرجان ولي العهد، حاضرة هنا في هذه المرحلة الختامية مغادرة بالنوماس الغالي المركز الثاني. هذا الشوط شوط خالد زاهر، وين 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 وين، لا رجع رجع الثاني ما ادري الثالث الحين. هذا خالد زاهر الثالث في الشوط هذا ولا الرابع، بنشوف مشاركة أولى لخالد زاهر في سباقات الهجن. خالد زاهر المركز الثالث، مبروك يا خالد، مبروك أول مشاركة ومركز ثالث، مبروك مبروك والله، شغل طيب صراحة. ها الثالث